شحال اغلى اجر وقع به حسين اللي دار بوليميك هذاك الوقت؟ 300 ديتها في الصيف. في الصيف هي لو سالير كاع دارت لك بريسيون بارمي لي برومي سالير تاع 300. يعني انت دشنت ما دارت ليش بريسيون، كنت عادي، كنت مليح، كنت انا كنت في استاهلها في هذاك الوقت. كي هو عطاني سالير انا هاو حي الرئيس انا ذاك عبد الحكيم سرار، قلت له انا ما نديش هذا السالير، قلت له بزاف عليا. أو رفيزيتها؟ والله غير رفيزيتها. قال لك والله تديها؟ ما قاليش والله تديها، خلاني انا كنت راح نرفد كابتي وكنت راح نمضي في اتحاد العاصمه. كي دخلت للفندق الهضاب والله غير دار اجتماع رينيو كما نقولوا، دار رينيو على جالي وتكلم مع اللاعبين. هذاك الوقت كانوا لاعبين نحييهم بالمناسبه، لاعبين كبار كانوا على غرار يعني حاج عيسى بالقايد. ديتها من بعد 3 ما هضرهاش باسكو ديتها من بعد وليت خلصها 300. خلصتها 4 شهور. معليش المهم تماركات باللي تماركات سمع في قناع قاسي السيد سراره دور عليا اللاعبين. ونزيد نقول لك في هذيك اللحظه باش عطالي هذيك المبلغ لازم تشوف واش درت انا من قبل في فريق وفاق ستيف، وين كانوا عندي 5 ألقاب في ظرف يعني عامين ونصف. اسمع مليح، في ظرف عام موسمين ونصف كيقولوا ثلاث مواسم، لان انا جيت في ميركاتو الشتوي من فرنسا. اون بليس مدها لك جوار انترناسيونال لا شيء لا لا ماشي جوار لا لا ما مدها ليش ديراكت في اول شيء لا لا ديت 600 كي جيت من فرنسا ديت 600 هو باش 600 يعني في العام في العام في العام هو عطالي هذاك المبلغ، لان في الموسمين ديت 5 ألقاب يعني ابري ان روندمون وموسمين وانا احسن هداف الفريق في كل المنافسات ماشي هداف الدوري، كنت سجلت 14 هدف و13 هدف طيب وديت عده القاب، هو اللي خلى سرار كنت يعني فعال وكنت لاعب مميز في الفريق. بالصحه ولهنا هذه الله يسلمك.